السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنتحدث على هذا النزول الذي حدث اليوم، والسؤال هل سيستمر؟ هل هناك الآن إيجابية في السوق؟ البيتكوين كان في أسعار 58,000 دولار، انخفض إلى حدود 47,600 دولار. لك أن تتخيل العملات البديلة إلى أي حد انخفضت. الآن ستكون تعودتم على هذا الأمر، بوادر الخروج من السوق لا أراها حاليا، لا زال هناك إيجابية في السوق. فقط هذا الشورت والذي حصل اليوم، مثلا عندما يكون البيتكوين مرتفع وفي الطريق إلى تحقيق أرقام أكبر، مثلا تحقيق 60-70,000 دولار، الحيتان عندما ترى أن هناك تشبث للمستثمرين سواء في العملات البديلة أو البيتكوين، يعني المستثمرين العاديين، لأن الحيتان الكبيرة تقتات وتأكل الأسماك الصغيرة. من هم الأسماك الصغيرة؟ هم نحن والمستثمرين الذين لديهم رؤوس أموال محترمة. الحيتان الحوت يأكل السمك، نحن هم السمك، ولكن نحاول أن نتعايش مع هذه الحيتان ونحاول تحقيق أرباح. عندما تتكون يعني بوادر الخروج من السوق فسنخرج من السوق. حاليا ليس هناك، عندما أرى مثلا مثل هذا الشورت فهناك، هذا فقط شورت لضرب ستوب لوز الخاصة بالمتداولين، لأن هناك أموال كبيرة تربحها المنصات سواء في الفيوتشر أو المارجن، ودائما أتحدث على هذا الأمر. فقط أعطيني كم مرة وقع هذا المشهد وتحدثنا عليه في القناة وأكمل البيتكوين صعودا. قلتها لكم منذ مدة طويلة، 2017 و2021 هناك تغير في بعض الأشياء، الصعود ليس سهل. في 2017 لم يكن فيوتشر والمارجن، ولم يكن التلاعب بهذا الشكل. الآن العملة في بعض الأحيان مثلا تكون في كمثال سعر 0.60 سنت، تكون قريبة لـ1 دولار. من 60 سنت إلى 1 دولار لا تذهب إلى 1 دولار، بل حتى تنخفض إلى 0.20 ثم تصل إلى 1 دولار، حتى أنت تفقد الأمل وتبيع ثم ترى العملة ارتفعت. هناك أمثلة عديدة، وسنحاول الحديث حتى على بعض العملات. سنتحدث على الريبل وقضية الريبل، سنتحدث على عملة GRT، عملة الجراف من العملات القوية جدا، سنتحدث على بولكادوت، سنحاول الحديث على لينك وستيلر. سنحاول أن نتحدث على كل هذه العملات، إذا لم يكفينا الوقت سنترك بعض العملات إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. أما بخصوص هذه الأشياء، هذا حسابي على تويتر، لا تنسوا متابعتنا على تويتر. تقريبا منذ أقول لك 5 أيام أو أسبوع كنت قد شاركت معكم هذه الصورة تلخص لنا ما يقع. لاحظ معي هذه الشورت الذي يحصل، نحن الأسماك هو من نقع في شباك الحيتان الذي يكون لديه نفسية جيدة والشخص الذي يعرف طريقة الاستثمار الصحيحة. الآن لك درس، هذا يجب أن يكون درسا لك. إذا كنت مستثمر عشوائي، حاول أن توازي استثمارك وحاول أن تدخل في مشروع جيد. لاحظ معي دائما السوق كله فرص، هناك في بعض الأحيان لا أقول لك مثلا تدخل في الفوق، انتظر حتى يحصل شورت، فالشورت دائما موجود. هذا ليس آخر شورت وليس أول شورت، يعني سيمر مثلا أسبوع أو 3 أسابيع أو شهر أو سنة أو أي وقت سيمر، أو فقط يوم سيحصل شورت آخر وهكذا. نأخذ مثال عملة الكاردان وعملة الأدا، أنتم تعلمون كم تلاعبون بهذه العملة، التلاعب الذي حصل في هذه العملة خيالي. لاحظ معي هذه العملة تنخفض عليك حتى تقول أنها لن تعود للصعود. لاحظ معي المستثمرين، مثلا هذا المستثمر كمثال الشراء مثلا هنا في 0.98، انخفضت إلى حدود، لاحظ معي هذا الشورت 0.68، لاحظ العملة إلى أي حد وصلت 1.20، لاحظ معي هذه الشورت، لاحظ هنا هذا الشورت القوي إلى أسعار 0.82. يعني هناك فيوتشر، هناك مارجين. لذلك هذا المجال يعرف تقلبات كبيرة، أخطر سوق من ناحية التقلبات هو مجال العملات الرقمية. حاليا لازالت إيجابية في السوق، حاليا شورت. أصعب شيء هو ذلك النزول البطيء. عندما ترى مثلا نزول بطيء، كل مرة مثلا العملة تنخفض ب3%، 1%، كل يوم 2%، 3%، 5%، هذا النزول الذي لا تحس به أخطر
من الشورت الذي يحصل لو مثلا الشورت عندما ينخفض سعر العملة مثلا ب15% أو 20% يكون تأثير على النفسية. هذا أمر عادي، لا يوجد شخص لا يتأثر. تعود العملة ثم تعود كما كنت وتقول الحمد لله. هذا ليست أول مرة، لو تذكرون حدث كورونا ماذا حصل للسوق. حاليا لا زال السوق في إيجابية، والبيتكوين يستهدف لنا مناطق 60 ل 64 ألف دولار، ولكن اقتربنا يعني تقريبا قطعنا نصف الطريق من هذه الموجة، يعني اقتربنا. حاولوا أن تؤمنوا بعض الصفقات الخاصة بكم، وحاولوا أن توازي استثمارك تاع يو اس دي تي على حسب أنت. هناك من المستثمرين الذين ليس لديه مشكل، مثلا يقول لك أخسر 100 ألف دولار، لا مشكل لدي، لأنه مثلا لديه استثمارات عديدة لا يريد أن يجمد مثلا على اليو اس دي تي. كل شخص ونفسيته. هنا عندما أتكلم ببعض الطرق التي يمكنك استخدامها، أتكلم للأشخاص الذين لديه رؤوس أموال لا بأس بها، يعني لديه ذلك المال ولا يريد تضييعه، فحاول أن توازي دائما الصفقات. مثلا أنا مستثمر على عملة الكاردانو، مثلا شريتها كمثال في سعر كمثال 0.32، مثلا لدي كمثال 10 ألاف دولار في هذه العملة، نقول تقريبا، أقول لك مثلا لديك 20 ألف. العملة وصلت مثلا إلى 61، يبقى لدي شك، أبيع نصف الكمية. ها أنا لدي نصف الكمية دولار والنصف الآخر على العملة، انخفضت هذا جيد لقد بعت نصف الكمية، ارتفعت هذا جيد لدي كمية في الآداء، وهكذا. وذلك الرصيد الذي أخرجته أدخله لعملات أخرى حتى أبيع. حاول أن تبيع على كميات، مثلا هنا كميات 50%، هنا 30%، 20%، حتى تنتهي من هذه العملة. أطلت في الحديث في هذه البداية، ولكن ضرور أن نتحدث على بعض الأمور المهمة. يعني هناك تغير كبير صراحة، أصبح تلاعب كبير جدا. الحيتان عندما ترفع أسعار العملات لا تريد عدد كبير من المستثمرين أن يكونوا مثلا مخزنين العملات في أسعار قليلة، هذا ليس في صالحه. ضرور أن يخوفوك حتى تبيع، ويبيعون لك عندما تشتري في الفوم وتكون الفوق، ويظهرون لك جمال العملة. مثلا العملة تشتريها كمثال في 1.20 ولو هي مرتفعة، تزيد العملة ارتفاع تصل حتى إلى 1.5، تقول ستواصل العملة. هذا فقط يحفزونك، يعني الحيتان تحفزك للبقاء. ثم عندما يرون أن صافي الوقت النهائي للخروج من السوق ونهاية الموجة يبيعون. حاليا لا زالت الموجة مستمرة، لأن هناك الكثير من الأحداث قادمة إن شاء الله، والمؤسسات الكثيرة كما قلنا مسبقا. هناك من العملات التي ستعود إلى الجاهلية، ستعود إلى الأسعار التي بدأت بها، وهناك بعض المشاريع التي ستبقى محافظة على قيمتها، مشاريع كمثال القوية البولكادوت، اللينك، كمثال الجي ار تي، ريبل، ستيلر، العملات القوية، لأن الآن دخلت المؤسسات ليس كسنة 2017. المهم سنحاول الحديث على بعض المشاريع. نبدأ بالريب. اليوم جلسة الاكس ار بي يقدمون، يعني مثلا عندما تكون جلسة لعملة الاكس ار بي لا يكون الحسم مثلا في أمر الريبل اليوم، يكون تقديم لدلائل. مثلا فريق الريبل يقدم دلائل للجنة الأوراق المالية الأمريكية لكي يثبتوا أنهم على صح، وأنهم اتخذوا كل الإجراءات القانونية في هذا المشروع، وليس هناك أي تلاعب أو نصب على المستثمرين. مشروع الريبل كما قلنا لكم، لولا المشكلة الذي حصل له في هذه الفترة لرأينا الريبل في 15 دولار، 5 تصل 5 أو 10 دولار عملة الأكس إر بي، لأنها قبل أن يحدث لها هذا المشكل كانت أخذت لها مسار تصاعدي منذ مدة طويلة، وصلت تقريبا لسعر 0.76. أنا ذاك الوقت كان العملات لم تبدأ بالارتفاع. عملة الريبل يعني مشروع لا نقاش فيه، مشروع قوي، ننتظر ما هو قادم. كنت قد أخبرتكم ببعض الأخبار خاصة، يعني شخص كان مع لجنة الأوراق المالية الأمريكية كان قد تحدث على المشكلة حاصلة لعملة الأكس إر بي، وقال يعني لجنة الأوراق المالية يعني من سنة 2012 إلى حدود سنة 2021 كل هذا الوقت واللجنة صامتة، يعني لم تخرج. لماذا لم تخرج؟ حتى سنة 2021
أتيتم لمحاسبة الريبل على أنكم تبيعون التوكن من سنة 2012 إلى حدود هذه الساعة في بدون رخص بعشوائية، ويقول لهم أن العملة لا تستعمل. هناك من العملات التي كما أقول لكم عملات تستعمل وعملات لا تستعمل. لجنة الأوراق الأمريكية تقول أن عملة الـ XRP هي عملة لا تستعمل. الآن فريق العملة قاموا بوضع كل الدلائل على أن العملة تستعمل، وأن كل هذه الأمور التي اتهمتها بها لجنة الأوراق المالية الأمريكية غير صحيحة. وننتظر هذا، يعني إذا فاز الريبل بهذه القضية فهذا سيكون فوز للسوق كله، كل السوق سينتعش. ننتقل لعملة الجراف، اختصارها GRT. من المشاريع القوية هذه العملة، العملة ظهرت في سنة 2020، ولكن المشروع تقريبا منذ سنة 2016 وهو المشروع موجود. وفي سنة 2020 تم طرح العملة، تم إنشاء التوكن الخاص بعملة. العملة قوية قوية في البلوكتشين، ستفعل ما فعلته اللينك وما فعلته بولكادوت، عملة GRT. لماذا؟ لأن العملة تشتغل في البيك داتا. البيك داتا الآن هي حديث الكل، حديث الساعة. تخيل معي في المركزية ولا زالت البيك داتا شيء جديد، تكنولوجيا جديدة، ما بالك هذه تكنولوجيا في اللا مركزية. مشروع قوي 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 من العملات القوية في البلوكتشين، عملة الداتا. وهناك شراكات قادمة مع الاثريوم ومع مؤسسات كبيرة لهذه العملة. عملة الجراف صراحة مشروع قوي من العملات القوية. لو أخذنا المعلومات الخاصة بهذه العملة، الماركت كاب الخاصة بالعملة 2.5 مليار دولار، الفوليوم اليومي محترم 967 مليون دولار، ما يروج في العملة حاليا 1.24 مليار، الماكس سبلاي هو 10 ملايير. العملة الوحيدة التي دخلت في كل المنصات في آن واحد. تخيل معي، دخلت إلى الكوين بيز والباينانس في آن واحد، ثم دخلت للأوكي إكس كراكن، كل المنصات القوية دخلت لهم بسرعة كبيرة. هذه العملة موجودة على كل المنصات، حتى المنصات اللامركزية مثل اليونسواب. عملة من العملات القوية. كثير من سألني هذا المشروع، مشروع قوي 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 في البلوكتشين. تقريبا أعطيناكم في هذه الحلقة العملات التي تشتغل بلوكتشين. الديفاي هناك بعض الشبهات، لذلك نتقي الشبهات. وفقط إذا شرحنا لكم أي عملة تشغل ديفاي، نشرح لكم المشروع ونشرح لكم التقنية. أمر الاستثمار يبقى عليك أنت، والمسؤولية أنت من تتحملها. لذلك فقط نراجع مشاريع العملات. عملة الجراف من المشاريع القوية. ننتقل لبولكادوت. بولكادوت من العملات التي هي الأخرى، كان مشروع قديم وقاموا بإنشاء العملة الخاصة بهم والبلوكتشين، تم طرحه في تقريبا سنة أو أكثر. العملة أتت بشبكة قوية، شبكة بلوكتشين لا مركزية قوية، بدون اقتطاعات، سرعة عالية، أمان عالي. تخيل معي العملة ماركت كاب الخاصة بها 33 مليار، الفوليوم اليومي 5.4 مليار دولار، ما يروج في العملة حاليا 910 مليون، توتال سبلاي هو 1.46 مليار، الماكس سبلاي غير معروف. من العملات القوية في البلوكتشين، يعول عليها كثيرا هذه العملة، لأن الآن مؤسسات دخلت لهذا المجال. فعندما نرى تسارع في وتيرة ارتفاع مثل هذه المشاريع، أن هناك يمكن أن هناك حديث وراء الكواليس بين المؤسسات، مثلا ماستر كارد، الفيزا. ضروري يعلمون قوة العملات القوية. لذلك سنأخذ إطلالة يعني خفيفة على هذه العملات، مشروع قوي بولكادوت، حتى نخصص حلقة خاصة ونتحدث على كل هذه المشاريع. سننهي الحلقة هنا، وسنكمل غدا إن شاء الله اللينك وعملة ستيلر. نعتذر لكم على التأخير في الفيديو. حالة السوق حاليا لا زالت هناك إيجابية، فقط هذا كان الشورت. أصعب شيء هو ذلك النزول البطيء الذي لا تحس به، الذي يكون مثلا كل يوم 5%، 3%، 1%، 2%، بدون أن تشعر. تجد عندما ينتهي الشهر أو الأسبوع أو 15 يوم، تجد أنك
خسارتك 50%. أما هذا الشورت، هذا فقط شورت لضرب ستوب لوس ثم يعود السعر. لا تبخلوا علينا بلايكاتكم وتعليقاتكم. شكرا لكم، شكرا لتحفيزاتكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.